السؤال بيقول What is the effect of hyperthyroidism with fertility? ايه العلاقة بين relation between hyperthyroidism والفيرتيليتي؟ relation between hyperthyroidism and fertility. هقول normal الأول برضو وبعد كده هقول الأبنورمال. النورمال فيرتلايزيشن أو النورمال بريجننسي بتحصل إزاي؟ أنا عندي الأوفري. الأوفري ده بيطلع أوفم، الأوفم بتروح للفالوبيان تيوبولز، والفالوبيان تيوبولز بتوصل الفيرتلايز الأوفم للإندومتريوم عشان يحصل إمبلانتيشن وبعد كده الإمبريو ديفلوبمنت. يبقى أول حاجة الأوفم اللي نازلة يحصل لها فيرتلايزيشن هنا بالسبير، هناخد الكلام ده بالتفصيل في الجونادس. أول حاجة فيرتلايزيشن، وبعد كده يحصل ديفيجن 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 لغاية ما يبقى بلاستوسيست، والبلاستوسيست يحصل له إمبلانتيشن في الإندومتريوم، إمبلانتيشن زرع في الإندومتريوم. بعد كده هيبتدي يتطور الامبريو ويحصل امبريو ديفلوبمنت. يبقى انا عندي خطوه اتنين تلات خطوات في البريجنسي، واضح؟ نورمال. عشان يحصل نورمال فيرتلايزيشن وانبلانتيشن وامبريو ديفلوبمنت نورمالي، محتاج الاميون سيستم يبقى نورمال، واضح؟ لو انا عندي خلل في الاميون سيستم، اوتو اميون انتيبودي او ابنورماليتي في الاميون سيستم هي بريفنت الفيرتلايزيشن. هي محتاجه نورمال اميون، الانتيبودي هتهاجم ايه؟ هتهاجم الفيرتلايزيشن، تقفل الفيرتلايزيشن، ماشي؟ فمش هيحصل فيرتلايزيشن. يبقى الابنورماليتي اوف انتيبودي اللي هم انتي تي بي او، انتي تي جي، انتي تي اس اتش ريسبتور انتي بودي، دول ابنورمالتي بوزيتيف في جريفز، ومعاهم بيحصل اي ان اي بوزيتيف انتي نيوكلير انتي بودي، ومعاهم انتي فوسفوليبيد بوزيتيف. كلهم دول بوزيتيف بيهاجموا الفرتلايزيشن، يخلوا الفرتلايزيشن ما تحصلش، ماشي؟ يبقى يمنع البريجننسي في اول خطوه. طب قدر يحصل فيرتلايزيشن، قدر يتغلب على الابنورماليتي دي وكانت الانتيبودي اقل شويه، يروح يهاجم الامبلانتيشن. اصل الامبلانتيشن محتاج نورمال اميون سيستم، يمنع الامبلانتيشن. طب ما منعش الامبلانتيشن، يروح يهاجم الديفلوبمنت، بريفنت الامبريو ديفلوبمنت. يبقى الابنورماليتي في الاميون سيستم بريفنت الفيرتلايزيشن، بريفنت الامبلانتيشن، اند ريزيست الامبريو ديفلوبمنت. فيعمل لي حاجه اسمها كونسبشن فيلير. كونسبشن فيلير يعني ايه كونسبشن فيلير؟ كونسبشن يعني معناها بريجنسي، فيلير فشل بريجنسي، يمنع البريجنسي. يبقى الناس دول بيبقى عندهم انفيرتيليتي، عندهم انفيرتيليتي اللي عندهم هايبر سيرفيس، ماشي؟ السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ What is the relation between the free fatty acid increased level of free fatty acid
والثيرويد فانكشن. بمعنى بيقول لي this case may be overlap with the case of increased free fatty acid. comment. بمعنى انا عايز اوصل لك معلومة، اقول لك انا عندي حالة تانية فيها free fatty acid عالي، ماشي؟ هل free fatty acid العالي ده يعمل لي شكل من اشكال الهايبرثيرويديزم؟ انا بقول اه. طب ليه؟ حد عايز الرسمه دي او نشرح جنبها؟ ممكن لو عايز. عايزين الرسمه دي؟ ها؟ نشرح جنبها. انا قلت في بدايه المحاضره ان ال T3 و T4 كاري على الالبومين، صح؟ ال T3 وال T4 دول كاري على الالبومين، ماشي؟ الالبومين ده نون سبيسيفيك، كارير لحاجات كتير من ضمنها الفري فاتي اسيد. بس الفري فاتي اسيد لهاير افينيتي، هاير افينيتي على الالبوم مور ذان تي 3 وتي 4، فيعمل ديسبليسمنت للتي 3 وتي 4 جو سيركيليشن، ديسبليسمنت للمين بدل ما هو بايند بقى فري، يخلي الفري تي 3 عالي والفري تي 4 عالي. مع ان لو قست التوتال، التوتال تي 3 والتوتال تي 4 الاقيهم نورمال، ما اثرش في الليفل، اثر في الفريات، خلى الفري اعلى من النورمال اللي هو 0.3 في التي 4 و 0.3 0.03 في التي 4 و 0.3 في التي 3، ماشي؟ على الفريهات، والفري هو البيولوجيكال اكتف، فيعمل لي شكل من اشكال الهايبر ثايرويديزم. الحاله دي بنسميها سيك او ايلنس ايو ثايرويد. يعني ايه ايو ثايرويد؟ ايو ثايرويد يعني التوتال نورمال، بس هي ديزيزد هايبر ثايرويديزم. واضحه؟ الفري فاتي اسيد هاف مور افينيتي على الالبومين كارير ذان تي 3 تي 4 ليدنج تو ديسبليسمنت اوف تي 3 تي 4 فروم البومين ويتش ليد تو انكريز الفري تي 3 وتي 4 ليدنج تو ثيك انس ايسايد. صعبه دي؟ والسؤال ده بيجي بشكل يقول لك ايه؟ نفس طريقه السؤال كده، this case او the case of free fatty acid hyperlipidemia overlap with the case of thyroid function. comment. ماشي؟ الاجابه بتاعتي اهي، ماشي؟ واضحه؟